مشاهدينا اهلا وسهلا بيكم من جديد في حلقه جديده من برنامج اورجانيك مع حساسين. الحلقه اللي فاتت احنا اتكلمنا عن السمنه وازاي نتخلص منها وعرفنا ايه اسبابها وازاي نعالجها ونحافظ على شكل جسمنا ويكون قوامنا مظبوط ومشدود. طيب النهارده احنا هنسلط الضوء على الشعر، مشاكل الشعر كتير وما بتخلص. طيب احنا مش بس هنسلط الضوء على الشعر عشان نعرف اسبابه ونعرف السبب الحاجه اللي ناقصه في جسمنا، لا، احنا النهارده هنتعرف على منتجات هتساعدنا في الحل ده. طيب في حل تساقط الشعر مع الدكتور سعيد حساسين خبير الاعشاب الطبيه في مصر والوطن العربي. دكتور برحب بيك من جديد. اهلا بيك يا استاذه. اهلا بيك يا دكتور. كل مكان. دكتور في البدايه كده احنا عايزين نعرف ايه اسباب سقوط الشعر. والله موضوع الشعر موضوع طويل قوي وياخد حلقات مننا كتيره جدا، بس انا هنحاول بقدر المستطاع نختصر الموضوع. بصي، احنا اتفقنا ان احنا لازم يبقى لينا اورجانيك لايف سايكل، يعني او اورجانيك لايف ستايل. لازم كل واحده من الستات او من الرجاله يتعامل مع شعره بشكل اورجانيك شويه، يعني بشكل طبيعي شويه. مشكله الشعر زمان قبل ما يخترعوا السشوار والميش والصبغات والبروتين والكرياتين والكلام ده، كان زمان الستات مش بيشتكوا من صوت الشعر بالشكل اللي هو فيه، او بيشتكوا من تجاعيد الشعر بالشكل اللي موجود دلوقتي، او بيشتكوا من تقصف الشعر بالشكل اللي موجود دلوقتي، او بيشتكوا من قشره الشعر انما النهارده بتلاقي البنت عندها من 3 لـ5 سنين بدات تشتكي ان شعرها بدا يبقى كيرلي، يبقى مجعد، يبقى ناشف، يبقى هايش، يبقى بيسقط. البنت عندها 10 15 سنه شعرها بيسقط بطوله، البنت عندها 20 30 سنه شعرها بينزل خالص، الست بعد ال 30 لازم شعرها يخف خالص. بتلاقي الستات حتى شعرهم ما بقاش فيه شعر. طب يا دكتور بيبقى فيه اسباب طبيعيه وبيبقى فيه اسباب مكتسبه؟ طبعا. هو بصي، في مقوله بيقولها الدكاتره الكبار المتخصصين، يقول لك نو هيلثي هير وزود هيلثي نيوتريشن. بدايه نو هيلثي هير وزود هيلثي نيوتريشن، يعني لا شعر كويس بدون اكل كويس او بدون اكل طبيعي، مفيش شعر طبيعي وصحي من غير اكل طبيعي. يبقى نبدا باسباب سقوط الشعر اللي انت بتقولي عليها. يبقى اول سبب اللي انا بسميه هو المين، هو الحاله النفسيه للست او للراجل. احنا هنتكلم عن سقوط الشعر دايما بالستات اكتر منه للرجال. فالستات الحاله النفسيه بالنسبه لها مهمه جدا. تلاقي الست كل مشكلة صغيرة بينها وبين جوزها، بينها وبين ولادها، بينها وبين جارتها، بينها وبين مشاكل الحياة ما بتخلص. الدنيا كلها مشاكل، من أول رئيس الجمهورية لأصغر واحد كله عنده مشاكل، من أفقر واحد في الدنيا لأغنى واحد في الدنيا عنده مشاكل، مفيش حد من غير مشاكل. ولكن إزاي تفصلي مشاكلك عن حياتك النفسية؟ هو ده السؤال اللي الست بتنجح في إن هي تحققه. تفصل هي اللي بتعدي، انما الست اللي شايله الهم دايما واتخانقت مع جوزها في الحياه خلصت هي اللي بتسقط شعرها. بالظبط، برافو عليك. جربي اي واحده حالتها النفسيه تعبانه تلاقي شعرها بيتسقط وامراض كتيره جدا. الحاله النفسيه بتاثر في حاجات كتير. يبقى الحاله النفسيه نمره واحد، دي اكتر حاجه بتاثر. الست لو مبسوطه ومستريحه وتلاقي تقول لك انا حاسه فريش والشام منور وشعرها مش عارف بيلمع النهارده، كلام كده. يبقى الحاله النفسيه مهمه جدا. اتنين، النيوتريشن، التغذيه. النهارده البنات زي ما اتفقنا امبارح في التخصيص وقلت لك ان البنات بيستسهلوا يلا على الفاست فود، يلا نجيب وجبه، يلا. حتى الامهات دلوقتي الغريبه ان الواحد بقى يلاحظ ان الامهات زمان كانت والدتي الله يرحمها لو قلت لها ان انا هجيب اكل من بره كانت تتخانق معايا ساعه مثلا عشان اجيب وجبه من بره، وما كانش بيحصل يعني غير كل فين وفين. النهارده الست بقت هي اللي تستسهل، هتتغدوا يا اولاد النهارده مش عارفه ماما اجيب لكم وجبه. ايه طيب بالظبط اطلب لكم ايه؟ طب انا مش عارفه منين، طب منين، طب منين. كترة المطاعم وكترة الفاست فود وكترة الاكل وكترة المرض. عشان كده بقول يا جماعه الست الشاطره اللي هي تاكل عيالها اكل في البيت، اكل عيالك وما فيش مانع ان انت مش تحرميهم من وجبه من بره كل اسبوع مره. انما النهارده هنتغدى ايه، نجيب نطلب، نتعشى ايه، نطلب، هنفطر ايه، نطلب، لا ده صعب قوي. وطول ما انت وبنتك بتاكلوا من بره اعرفي ان لا شعرك هيبقى كويس ولا وزنك هيبقى كويس. طيب دكتور دي اسباب مكتسبه، الحاله النفسيه والتغذيه، بيبقى في اسباب طبيعيه، هرمونات مثلا؟ بصي دايما الهرمونات، انا هكلمك عن الشعر. الشعر ده الشعرايه لازم نكون عارفين ان هي ليفنج سيل، يعني خليه حيه. اي شعره في شعر في راسك ولا في راسي دي ليفنج سيل، خليه حيه. الخليه الحيه دي بتعمل ايه؟ بتتغذى، اوكي، وبتاكل وبتشرب ولها دوره حياه. دوره حياه الشعره قسموها لـ3 مراحل. اول مرحله اسمها انجين فيز.
المرحله دي بتستمر من 3 ل 8 سنين، مرحله الانجين فيز دي مرحله نمو الشعره. بتبدا مع البنت الصغيره او لما بتكبر بتكبر في الشعرات بتسقط وبتطلع غيرها. في ستور ربنا خلق في راس كل واحده في البنات وفي الرجاله ستور، في مخزن للشعر. فالانجين فيز دي مرحله نمو الشعره بتقعد من 3 ل 8 سنين. في بعد كده مرحله ثانيه اسمها كاتاجين فيز، دي بتقعد 3 اسابيع. بعد من 3 ل 8 سنين في 3 اسابيع تبدا الشعره تنفصل عن البصيله. الشعره اللي بره دي اللي حضرتك اللي موجوده عند حضرتك ولا اللي عندي دي بتبقى في بصيله موجوده زي القلم ده كده مفتوح من النص، فده بتبقى هنا السكالب اللي هي فروه الراس، بيبقى البصيله دي تحت اهو جوه السكالب نفسه، والشعره هي دي الشعر بتبقى هنا الشعر. المرحله الاولانيه اللي انا قلت لك عليها من 3 ل 8 سنين هي اللي بتنمو فيها الشعره، بتطلع من اهو تبدا تطلع تكبر 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 لحد ما تقعد من 3 ل 8 سنين حسب اهتمامك بشعرك. يعني اهتمامك هقول لك، تبدا الشعرايه كده تخش على المرحله اللي بعدها اللي هي الكاتاجين فيز 3 اسابيع، تبدا الشعره بدل ما هي ماسكه قوي كده ماسكه جامد اهي اهي ما بتتشالش، تبدا خلاص بصي تبدا تتحرك كده تتلقلق، دي بيسموها الكاتاجين فيز، بتقعد 3 اسابيع. بعد كده في مرحله ثانيه اسمها التلاجين فيز، المرحله دي بتقعد 3 شهور، دي اللي فيها الشعره بتنفصل عن البصيله بتاعتها وتروح واقعه. يبقى احنا عندنا كائن حي عايش في شعرنا هو البصيله. طيب البصيله دي تعتمد على ايه؟ تعتمد على ايه قوتها؟ بتعتمد على الفيتامينز والحديد وخاصه فيتامين ايه. طيب البصيله دي ايه اللي يخليها تسقط من الشعر الثلاث سنين دول من الثمانيه؟ ممكن يقعدوا عندك ثمان سنين وتطلع شعره ثانيه تقعد من ثلاثه لثمان سنين ثانيه عند حضرتك، انما عند اختك مثلا او عند والدتك او عند جارتك او عند صاحبتك تلاقيها بتقعد شهرين ثلاثه وتلاقيها سقطت. ليه؟ حسب نوع الشعر سواء ملوش علاقه بنوع الشعر دلوقتي. احنا بنتكلم على التعامل مع الشعر ايا كان بقى، الشعر عادي الشعر خشن الشعر دهني ما عندناش مشكله في نوع الشعر، ولكن التعامل مع الشعر. حضرتك واحده بتطلع الصبح تطلع من بيتها تطلع الكوافير تفضل سشوار وميش ومش عارف ايه يوميا، غير واحده وتروح رايحه على الصيدليه فجايبه الشامبو كيميكالز، ما هو الشامبو ده كيميكالز صابونين صابون كيميكال، فبتروح جايبه شامبو تسال صاحبتها تقول لها خد الشامبو كذا، تبدا تاخد الشامبو اللي هو فيه ماده كيميائيه اللي هو بيوصل على بصيله الشعر. عشان كده بنقول يا جماعه نمره واحد هنغسل شعرنا بشامبو طبيعي. اوكي شامبو طبيعي يبقى لازم اجيب حاجه ناتشرال طبيعيه، ده نمره واحد. نمره اتنين هاكل اكل طبيعي وده مهم. نمره تلاته الحاله النفسيه. نمره اربعه ابعديني عن السشوار والصبغه والميش والفيش والحاجات اللي بيعملوها الستات دول، وده استحاله طبعا. انا بقول ما لا يؤخذ كله لا يترك كله، بمعنى ان انت بتقولي لي استحاله، لا انا ممكن لو انا مش خارجه النهارده بلاش يعني فاهمه، يبقى في ناس معينه ان انا هفضل انا طبيعه شغلي انت كمذيعه مثلا بتطلعي كل يوم فانت غصب عنك هتروحي كوفر، ده اوكي ده شغلك. طب لو انت عندك يوم اجازه هتروحي ليه؟ لا اريح شعري فيه بالظبط، مش اللي ابقى اخرج بالليل فاروح عامله شعري، لا خلاص اريح شعري فيه. لان احنا قلنا بنتعامل يا جماعه مع ليفنج سيل. لو حضرتك جبتي زرعه دي نعم زرعتيه في الارض عندك وجبتي الميه رخيصه اوكي بتسقي الارض بميه رخيصه، طب لو البنزين 90 او 95 اللتر ب 10 جنيه لتر قد كده، لو انت جبت البنزين ده ورحت حطاه على الزرعه اللي انت زرعتها في بيتك وقعدت كل يوم تسقيها بنزين ايه اللي هيحصل لها؟ لا يعني خلاص هتموت صح كده؟ طبيعي وان واي هتموت. ليه بقى هتموت؟ معناها الميه رخيصه والبنزين ده غالي الشعره الزرعه هتموت. الزرعه دي ليفنج سيل بتاكل وبتشرب وعايزه تغذيه، انما البنزين ده كيميكالز برودكت مواد كيماويه بترول، مواد بتروليه كيماويه فالمواد الكيماويه موتت الزرعه. قيسي ده، يعني انا بحاول اوصل بطريقه بسيطه قوي ان الشعره يا جماعه هي زرعه. ده في ناس يا دكتور بتستعمل الصابون بتكلم ايوه الصابون اللي هو بتاعنا بتاع زيت زيتون والصابون ما اعرفش بزيت خروع ولا بزيت ايه بجد بتحطه على شعرها وبتستعمله على اساس ان هي فكرها خلاص ان هي كده شعرها هينضف وهيحلو هيطول. بصي التعامل مع الشعر اهم من اللي انت بتغسليه بايه. يعني لو احنا خفينا من الحاجات الكيميكالز كتير اللي بنستخدمها على شعرنا هنستريح جدا، ده نمره واحد. نمره اتنين هاكل كويس. نمره ثلاثه نبدا نستخدم بقى الزيوت الطبيعيه اللي احنا بنتكلم عنها. بصي عملوا حوالي 1950 بحث في كل دول العالم، تعالي بقى على امريكا على انجلترا على فرنسا على اسبانيا على الصين على ماليزيا على الهند، على عملوا ابحاث كتير قوي عن الشعر. ولما بعدوا يعملوا ابحاث بطريقه متقدمه شويه في ظل التقدم العلمي اللي احنا فيه بداوا يوصلوا لنقطه واحده بس،
ان لا تعامل مع بصيله الشعر الا بالاسنشال هير اويل، الزيوت الطبيعيه زيوت طبيعيه، ما هوش ان انا اروح اجيب زيت برضو معمول من كيميكالز. يعني انت حتى لما تروح تجيب زيت من الصيدليه برضو بتتعمدي ان انت تجيبي حاجه تضرك. يعني انت النهارده ابنك او بنتك مثلا عارفه ان الاكل ده بيضر وبتروح جايبه له، عارفه ان الشوكولاته تبوظ لها اسنانها، دور انا عارف معاك تليفون. اوكي طب يلا اسفه جدا. استاذ عبد الله من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ اتفضل. انا كويس الحمد لله، اتفضل. ازيك يا دكتور سعيد؟ ازيك يا استاذ عبد الله، منور الشاشه يا دكتور، والله الحمد لله على السلامه. الله يخليك يا استاذ عبد الله، بشكرك. وحشنا والله من زمان يا دكتور، وحشنا فعلا على الهواء من زمان. الله يخليك يا استاذ عبد الله، ربنا يكرمك يا رب يخليك. والله دكتور بس عندي استفسار صغير كده، انا ابني الصغير عنده 4 سنين. حلو. ماشي، شعره مجعد ولما باجي احلقه بيبقى هايش كده. انا عايز اي حل من عند حضرتك يعني. حاضر، هقول لك على نوع زيت من عندنا يا استاذ عبد الله لابنك او بنتك. زيت للاطفال هيجيب معاك نتيجه هايله جدا. حلو، شكرا يا دكتور. شكرا لك يا دكتور، منور الشاشه. ربنا يخليك يا استاذ عبد الله، بشكرك. اي اسئله تاني؟ شكرا، شكرا يا استاذ عبد الله. طيب احنا كنا بنتكلم ان استعمال الزيوت الطبيعيه بالظبط هي الافضل للشعر. ومعانا اتصال تاني، احنا اسفين. يلا سناء. الو. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. الدكتور سعيد معايا؟ ايوه انا. اتفضلي اتفضلي يا حاجه سناء. الدكتور سعيد حسان، عايزه اكلمه، هو معايا دلوقتي. ايوه انا اتفضلي يا حاجه، هو سامعك. ايوه. الو. الو، ازيك يا حاجه سناء؟ يا دكتور سعيد، طمنيني عليك. السلام عليك يا دكتور. عليكم السلام يا حضرتك. الحمد لله. والله انا بتصل بيك من زمان، يعني نادر ان انت رديت علي. انا تحت امرك، ربنا يكبر خاطرك. انا بحب اتفرج على القناه بتاعتك على طول والله. وانا بحب. انا بقول لك يا دكتور، انا لما باجي اسافر ومواصلات يعني في عربيه تويوتا يعني كده، ما اعرفش اروح امشي مشوار زي ما انا عايز في اي مشوار، بيجي لي كتمه نفس، ورغم ان انا اقول بيجروني الوقت يوم العربيه، يعني ما اعرفش ضيق في التنفس في مناخير ولا في صدري، انما انا طبيعي اروح مشوار زي ما انا عايزه، ما بتعبش. معرفش ايه الطريقه دي، يعني ايام مصيف راس البر جمطه كده، اروح يومين اتخنق في الطريق وانزل مع عربيه فعلا. معرفش يا دكتور سعيد. انت عندك كام سنه يا حاجه سناء؟ دلع نفسك، مصيف وبتاع. وحاجه تانية اقولها لك تاني، قولي لي. نمش في ايديا كده بقطعه، بحب اقعد في الشمس ايام الشتاء، وقطعه في ايديا كده عايزه علاج لها وخلاص. حاضر. قولي لي، قولي لي بس الاول عندك كام سنه؟ يكون هي يعني قول لي كل جيوب، ما عنديش جيوب انفيه، انا كنت كشفي. طيب قول لي يا دكتور، لا والله انا عايزه اوصل لك من زمان. طب قولي عندك كام سنه؟ اسمعيني بقى يا حاجه سناء، ابوس ايدك. عندك كام سنه؟ معاك انا موصله التلفزيون على الاخر. طب عندك كام سنه؟ انا عندي 48. 48 سنه. وزنك قد ايه؟ انا وزني والله يا دكتور من حاجه، وزني كان 80 بقى 60، وانا عايز اعرف تخسيس يعني نقص الوزن ده من ايه؟ وانا كشفت يعني. لا انت عايزه بقى، عايزه تسيبي لي تليفونك. ولا عندي ضغط ولا سكر. طب عايزه تسيبي لي تليفونك، ولا محتاجه اتكلم معاك بقى وتبعتي لي تحليل على الواتساب عشان نعرف نقول انت عندك ايه بالظبط. خد تليفونك بعد اذنك يا استاذ محمد عقل. يعني الحاجه سناء، ممكن تسيبي تليفونك في الكنترول؟ شكرا يا حاجه سناء. معانا اتصال تاني متهيألي. طيب يلا. متهيألك ولا مش متهيألك؟ لا معانا اتصال تاني. الو. داليا. الو. تمام، ازيك يا دكتور؟ ازيك يا داليا؟ تمام. لو سمحت يا دكتور، كنت انا بسمعك. الو. كنت عايزه اسال على خشونه الشعر، عايزه حاجه تطريه وتنعمه كده. حاضر عيني. عندك كام سنه داليا؟ عندي 24. شعرك خشن من زمان ولا بدأ؟ لا هو من زمان خشن، بس انا كنت بحط له حاجات وكده، فما بلاقيش نتيجه يعني، بالعكس بلاقيه زي ما هو. خشن ليف يعني ولا خشن حبه حبه؟ لا هو بص، هو خشن بس يعني فتلته مش وحشه، هو بس هو الموج والهيشان بس. حاضر عيني ليكي. بتستخدمي شامبوهات طبعا من الصيدليه كيميكالز صح كده؟ اللي هي ايوه اللي هي ايوه من الصيدليه. طيب حاضر. حاضر يا داليا عيني، هقول لك وصفه حالا دلوقتي. شكرا يا داليا. شكرا يا داليا. ارجع ارجع واتكلم تاني. قلنا عندنا 3 مراحل في نمو الشعر، اناجين فيز من 3 ل 8 سنين، والكاتاجين فيز من 3 اسابيع، والتلاجين فيز ديك بيبقى 3 شهور، وبعد كده الشعر بتقع.
بتطلع شعرك كده. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيديك الفرصه انك تحسني ما اتلفه الظهر زي ما بيقولوا، او ما اتلفتيه انت بنفسك. يبقى احنا اتفقنا احنا نيجي نغسل شعرنا، هنغسل شعرنا بشامبو بالاعشاب الطبيعيه من اي حته تجيبيه هتلاقي مال الدنيا. اتنين، هنخف بقدر المستطاع عن السشوار والميش والحاجات اللي بيعملوها دي والصبغات وبتاع. تخيل انت بتلاقي ست بتصبغ شعرها كل شهر مثلا مره، ده صعب قوي عشان الشعر الابيض، هم بيحاولوا يغطوا الشعر الابيض. بقى الشعر الابيض برضو حتى ليه علاج بالاعشاب، يعني حتى الشعر الابيض ده ليه علاج بالاعشاب. انا اسمع كمان ان عايز اسال برضو حضرتك يا دكتور، ان الشامبو الطبيعي ما بيطلعش بعد كده شعر ابيض. يعني عند عمر ال40 ما بيطلعش شعر ابيض كتير. ما هو ليه؟ انا عايز اقول لك احنا اتفقنا ان الشعره ليفنج سيل او خليه حيه زيها زي الزرع. الشعره دي قلنا في بصيله جوه موجوده تحت السكالب كده اهو، يعني تحت البتاع اسمها ايه بيسموها فروه الراس. بتبقى هي موجوده البتاع بتاعتها بتطلع منها الشعره من هنا. طب وهنا؟ هنا الروتس جذور بتاخد التغذيه كلها، اللي هي التغذيه اللي هي الفيتامينز والحديد وخاصه فيتامين اي واي. طيب الست بقى اللي هي ما بتاكلش كويس او ما بتاكلش بنتها كويس، بتبدا الفيتامينز دي اللي موجوده في الروتس تقل، فتبدا ارتباط الشعره التغذيه بتاعتها بالبصيله نفسها ما بقتش موجوده. ما هو انت لما بتاكلي كويس يقول لك ايه؟ يقول لك بص ما شاء الله الواد ثابت على الارض. وتلاقي العيال يقول لك ده الواد ده لو جه يمشي عيل صغير، لو جه يمشي بيقع. هي الشعره في بدايه نموها كده، انت طالعه ايه؟ انت طالعه شكلك ايه؟ طالعه ماسكه نفسك واكله كويس ثابته على الارض، ولا طالعه مهزوزه؟ تقول لك الواد بص ده اسد على الارض، ماشي ثابت. وفي واحد تاني ماشي بيتلكلك. عشان كده البصيله دي لما تطلع ثابته يعني اتغذت كويس بتطلع كويس، تقعد من 3 ل 8 سنين تقع تطلع غيرها اوتوماتيك، ما انت ما بتعمليش اي حاجه. طيب نرجع لابحاث تاني. الابحاث قالوا ايه؟ قالوا ان الزيوت الطبيعيه او الناتشرال اويل ديت هي دي الحل الوحيد، خلي بالك بين قوسين، الحل الوحيد لعلاج الشعر. واحده تيجي تقول لك اصل انا مش بحب الزيت، يا ست ما هوش حب. ما هوش حب، ما انت ممكن يعدي بيك السنه ما تلاقيش غير واحد تتجوزيه مش بتحبيه، فهتبقى انت مضطره انك تتجوزيه. الحب ده حاجه والعلاج ده حاجه ثانيه. طب دكتور بس كنت عايزه اسالك بالنسبه للزيوت الطبيعيه، حسب نوع كل شعر، يعني مثلا انا شعري دهني او انا شعري جاف او انا شعري طبعًا مثلا خشن شويه طبعًا، الزيوت حسب نوع؟ طبعا طبعا. بص يا ستي، لما عملوا الابحاث لقوا ان الغذاء الوحيد او العلاج الوحيد للشعر هي الناتشرال هيربال اويل، الزيوت الطبيعيه اللي هي دي العلاج الوحيد. تيجي بقى تقولي لي ايه اصل قالوا في حقن. انا مع احترامي انا صيدلي، انا صيدلي وبحب الصيدله وبحب الصيدليات وعندي صيدليات وكل ده تمام ان شاء الله، ولكن انا بقول ان انا عايز اطلع باختي او بنتي او جارتي او صاحبتي او اي حد يتفرج عليا عايز يطلع بشعر صحي، شعر صحي يبقى زيوت طبيعي. عشان كده بدانا بنعمل مجموعه حساسين للعنايه بالشعر. ايه بقى مجموعه حساسين دي قصتها ايه؟ دي اولا اسمها سيرابيوتيك هير اويل، ده اللي اسمه زيت ريتاج. طبعا افكرك زي ما قلت لحضرتك امبارح، قلت لك ان احنا ده زيت اسمه زيت ريتاج. ده لو معانا رخصته يا عقل يا ريت تطلعه لنا على التلفزيون، ده زيت مترخص من وزاره الصحه. واللي بيتفرج علينا لاول مره هيعرف ان المترخص من وزاره الصحه ده يعني ثلاث حاجات مهمين قوي. اول حاجه امن، ثاني حاجه فعال، ثالث حاجه ليس له اثار جانبيه. يعني ايه؟ يعني وزاره الصحه مش هتديني زيت يضر فروه راسك، يخليكي تورشي مثلا او يسقط الشعر، مش هيحصل. اثنين، مش هيعمل لك رخصه زيت وهو ما بيجيبش نتيجه، اكيد مجموعه طبيعي. الزيوت اللي موجوده مجموعه زيوت طبيعيه. ثلاثه، مش هتحط الزيت ويبقى ليه اثار جانبيه ويعمل هرش يعمل بتاع. يبقى احنا معانا رخصه للزيت ريتاج ده، وده سيرابيوتيك اويل. طب ضامنين ان هو ما يعملش حساسيه على برافو عليك، ده اسمه سيرابيوتيك هير اويل، يعني زيت علاجي. في جواه ايه؟ في جواه حاجه اسمها اسينشال اويل، مجموعه زيوت طبيعيه. زيت جاجوبا، زيت املك، زيت سمسم، زيت جرجير، زيت زيتون، زيت روزماري. دي مجموعة زيوت موجودة في الزيت اهو. عايز تاخديه برضه تتفرجي عليه برضه. طيب احنا الرخصة، بصي ده الزيت اهو، احنا كده ده مش معمول تحت الرخصة موجودة على الشاشة. طيب. اوكي، دي رخصة الزيت يا جماعة. انا متعمد اجيب رخصة كل منتج وانا بطلع بيه عشان الناس تبقى عارفة ان احنا ما بنعملش حاجة تحت السلم، خلاص الموضوع تحت السلم ده لناس تانية مش لينا احنا. ده الزيت اهو يا استاذ اهو، بصي ايوه
هوريهولك هوريهولك، انا عارف انت لازم تاخديه. انا هشوفه وهاخده بعدين. انا هديهولك. يعني بصي بصي ده الزيت يا جماعه اهو، بصوا زيت طبيعي ريحته طبيعيه، هو موجود على ايدي حضرتك بتحطيه اهو على ايدي اهو، تحطيه على شعرك. ما شاء الله صح كده اهو على شعرك. بس اهم حاجه انا بستعمله، امال انا شعري كده، انا راجل عجوز وشعري ما شاء الله لسه. انا بستعمل حاجات طبيعيه جدا، انا راجل عجوز وشعري ما شاء الله لسه محتفظ برونقه يعني. ريحته يا ريت تبصي برضو على ريحته، معلش بعد اذنك. شفت ريحته حلوه ازاي؟ ريحته مناسبه بالظبط كده، يعني ريحته مش في ريحه زيوت تشميها تقرفي منها. لا لا هو ريحته مناسبه حلو كده. ده بقى يهمني انه يحصل فروه الراس، ما يهمنيش ان انت تحطيه على شعرك. في واحده ست لقيت عملت ايه؟ راحت عامله كده اهو من فوق وراحت منزله على شعرها من تحت وشكرا على كده. لا بنسيبه عايزه لمده 15 دقيقة ربع ساعة على الشعر بالظبط. وحضرتك نعتمد على انه هيسرح شعرنا، يعني انا لما حطيته دلوقتي انا ما اديتش حاجة، خلاص انا حطيته دلوقتي وخارج بالظبط كده. ويهمني ان هو يخش جوه فروة الراس، ما يهمنيش ان هو طيب تمام. مع الزيت ده بقى، قلنا الزيت ده هنستخدمه كل يوم بالليل. هنغسل شعرنا بشامبو بالعسل، اهو ده شامبو بالعسل، ده اسمه امور شامبو، ده شامبو طبيعي. بالعسل طبيعي. يبقى انا هغسل شعري بشامبو طبيعي وفي نفس الوقت اروح حاطط الزيت. طب اغسل شعري قد ايه؟ ماكسيمم لغسيل الشعر مرتين او ثلاثه في الاسبوع لو كان دهني ثلاثه. انما الشعر الطبيعي ماكسيمم مرتين. غسيل الشعر يعني التعامل مع الشعر، يعني بشامبو ببلسم بحمام كريم ما عنديش اي مشاكل خالص، ده اسمه التعامل مع الشعر او غسيل الشعر. طب واحده تقول لك اصل انا ست نظيفه وبحب اخد شاور كل يوم، وميه دافيه برده فتره، مش ولا هي ساقعه قوي ولا سخنه قوي بالظبط، عشان بالظبط. في واحده ست تقول لك ايه، طب انا عايز اخد شاور كل يوم. خد يا ست شاور زي ما انت عايزه، بس ما تتعامليش مع شعرك. حتى لو بليت شعرك ما تتعامليش معاه بشامبو وبلسم وحمام كريم غير مرتين او ثلاثه في الاسبوع. لازم تكوني عارفه المعلومه دي كويس جدا. اللي بتغسل شعرها كل يوم بتجهده. تعالي برضو نرجع تاني للليفنج سيل بتاعنا، اللي هو الشعر ده عباره عن خليه حيه. الزرعه اللي زرعتها في بيتك لو قعدت تسقيها صبح وظهر وليل ميه، ايه اللي يحصل لها؟ هتموت برضو. مش بيقول لك الزرع ده ليه ميعاد السقيه، تسقيه مش عارف كل يوم الصبح ولا كل يوم بالليل؟ الشيء اللي بيزيد عن حده بيتقلب ضده. برافو عليكي، يا سلام يا سلام على الجملة. انت جبت جملة مفيدة. لما تغسل شعرها كل يوم بيتبهدل، ما بيستحملش. يا جماعة ليفنج سيل، خلية حية الشعرة. زمان شفت اعلان، عايز اقول لك كنت فرحان جدا، اعلان كان حد بيغسل شعره، هو كان برضو اعلان عشان زيت شعر تقريبا او كريم او شامبو، بس اعلان عبقري، اللي هو بيغسل شعره في الحمام او ست تغسل شعرها في الحمام فالشعرية وقعت على الارض فبدأت شعرها تمشي. عارفه انت، ده كان عايز يهدف، ده الراجل العبقري اللي عمل الاعلان ده، ده كان عايز يهدف للناس ان الشعرايه دي هو كائن حي. طبعا انت برضو بتضريها، انت لها لايف سايكل، لها دوره حياه، المفروض هتقعد اول مرحله من 3 ل 8 سنين، انت هلكتيها بدري بعد شهرين ثلاثه وخلت الشعر زي الاستاذه اللي متصله بتقول لك شعر خشن. ما هو خشن من ايه؟ شعرها الخشن دي، الشعر الخشن دي لازم نمره واحد هتغسله بحمام كريم او بلسم غسيل، وبعدين تحط زيت الريتاج بتاعه. الريتاج برضو بيساعد على نعومه الشعر، يعني نمو ونعومه. برافو عليكي. يبقى احنا نغسل شعرنا بشامبو بالعسل ونحط زيت الريتاج. طب انا عايز اطول شعري بقى. لا معاك تليفون؟ لا احنا طب تمام. معاك تليفون ولا فاصل ولا ايه؟ طيب يبقى نغسل شعرنا بالشامبو وهنحط زيت الريتاج مره كل يوم، الشعر نغسل مرتين. طب زيت الريتاج احطه زي ما انا حطيته دلوقتي، انا حطيته على ايدي ورحت حاطه وخلاص، كل سنه وانت طيب. بس احنا بندلك بيه بالظبط، هتدلكي بقى فروه الراس لمده 15 دقيقه نسيبه على الشعر، بعد كده بالشامبو. عايزه تغسليه بعد كده اغسليه، عايزه تسيبيه لحد الصبح تغسليه الصبح، مش مهم ال 15 دقيقه بالظبط، يعني تسيبيه لو انت مستعجله وعايزه تمشي اوكي، عايزه تسيبيه للشعر اوكي، عايزه تخرجي بيه برده اوكي، ما عنديش مشكله. اماكن فاصل. لا احنا معنا انواع الشعر. طب ماشي، انواع الشعر اللي حضرتك قلت عليها. ايوه اهو كاتب قدامك. الشعر المجعد، انا مش شايف الحقيقه انواع الشعر عندك. ده الشعر المجعد اللي هو الكيرلي. صح كده، معلش عشان الشاشه بعيده عني، معلش. شعر المعوج. ايوه الشعر المعوج ده انواع الشعر الطيب اوف هير. عندنا الشعر المستقيم ده اللي هو المفروض الجميل، وعندنا الشعر المعوج ده شكل الشعر، هو بيتكلم معنا انواع الشعر اللي هو الشعر المجعد، انما انواع الشعر اللي هو الشعر العادي والشعر الدهني والشعر الجاف، دول ثلاث انواع من انواع الشعر. انما ده جميل. ده شكل الشعر نفسها، الشعر المعوج وعندك الشعر المجعد، وده اتكلمنا عنه كله. شكرا يا استاذ محمد، شكرا للمخرج الجميل. المخرج بتاعنا اسمه ايه؟
تامر. شكرا يا استاذ تامر. شكرا يا تامر. استاذ تامر. يبقى احنا غسلنا شعرنا بشامبو بالاعشاب الطبيعيه، حطينا زيت الريتاش. طب لو انا عايز اطول الشعر، بصي ما انت لما بتيجي بقى ترخصي منتج، في فرق انك ترخصي منتج وفرق انت متخصصه وفرق ان انت بتعملي ملوخيه. فرق عمل الملوخيه حاجه وانك ترخصي منتج ده حاجه ثانيه. لما جينا نرخص زيت الريتاش رخصنا زيت الريتاش، طب عايزين نحط زيت يطول، قال لك لا ده يبقى منتج لوحده. رحنا عاملين منتج لوحده اسمه زيت ديل الحصان. اوكي، زيت ديل الحصان ده عشان يطول الشعر. يبقى انا هستخدم نوعين زيت، ده الصبح لو انا عايز اطول شعري، وده بالليل لو انا عايزه مشاكل الشعر. طب ده بيعالج ايه بقى؟ بيعالج التقصف، تساقط، تساقط الشعر، وبينعم الشعر وبيمنع التجاعيد ويفرد الشعر. بس طيب احنا لما جينا اتكلمنا قلت لك الانرجين فيز من 3 ل 8 سنين. طيب انا عشان اخد زيت او استخدم مجموعه عشان اعالج شعري، بعد قد ايه تبدا تبان النتيجه؟ اوعى تفهم ان انت هتاخد علبه زيت تروح حطها. برافو عليكي. اقل حاجه 3 شهور، من 3 شهور لست شهور. برافو عليك. ده طبيعي. اي حد بقى يقول لك ايه من اول ما تحط شعر زيت على شعرك بقى شعرك مش عارف. مفيش كده. لا لا لا، يا جماعه يا جماعه، في مراحل نمو للشعر. احنا بنتعامل مع ليفنج سيل، بنتعامل مع خليه حيه، مش بنتعامل مع واحد في الشارع محتاج فلوس بروح اديله وامشيه. يا جماعه اوعوا تسمعوا كلام حد يقول لك ان خد الزيت بتاعي ده. انا شخصيا لو قلت لك خد الزيت بتاعي ده في الشهر شعرك هبقى اعرف ان انا كذاب ودجال. انما انت لازم هتتعاملي مع شعرك. هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انت مش بتغسلي شعرك مرتين او ثلاثه في الاسبوع؟ طبيعي. اي حد بيغسل شعره طبيعي. انا اللي انا بطلبه منك اغسله بشامبو بالاعشاب الطبيعيه من عندي، مش شرط من عندي، من اي مكان يكون بتثق فيه عنده شامبو بالاعشاب الطبيعيه اعمله. طيب عايز اجيب من بره، قلت لك الوصفه زيت جوجوبا، املك، سمسم، جرجير، زيتون، روزماري، دي تركيبتي. انت عايز تجيبها من بره اتفضل، بس استخدمي ارجوكي اغسلي شعرك مرتين في الاسبوع بشامبو بالعسل، حطي زيت ريتاج هيمنع التقصف وصوت الشعر وكل مشاكل شعرك وكل انواع الشعر. عملنا زيت ده لكل انواع الشعر. ليه؟ لان في غالبيه الناس يقول لك انا مش عارف شعري شكله ايه، مش عارف شعري عادي ولا دهني ولا جاف ولا ايه. في ناس ما تعرفش الشعر. فاحنا عملنا الزيت ده لكل انواع الشعر، ورحنا عاملين زيت الايه ديل الحصان عشان يطول الشعر. ده من احسن الزيوت الموجوده أنواع الشعر في العالم العربي لكل انواع الشعر. طب الاطفال، امبارح قلت لك ان احنا عملنا حاجه للاطفال. ما خلي بالك العمليه مش ملوخيه، مش عمليه، مش طبيخ. هناكل ايه النهارده؟ هناكل رز وملوخيه. بالظبط كده. انا النهارده عايز اروح البحر زي الحاجه سناء، جايب لبس بحر اكيد. طب عندي حلقه فبضطر البس بدله وجرافته وبتاع. طب انا رايحه ساره لابسه فستان سوري. طب رايحه السوق لابسه فورمال. الدنيا كده كل حاجه ليها حاجتها. الاطفال بقى طبعا حبايبي، انا عشان بحب البنات الصغيرين موت، عشان بنتي الصغيره وبنات الصغيرين بحبهم موت، فروحنا عاملين زيت اسمه زيت البنات ده للعيال الصغيرين. طب ايه رايك بقى نتكلم عن زيت البنات بعد الفاصل؟ أوكي. نطلع فاصل، بس قبل ما نطلع فاصل عايزه افكركم للحصول على المنتجات اتصلوا على 16022 بالاضافه للارقام الظاهره على الشاشه. فاصل وعرفيهم الارقام اللي ظاهره على الشاشه دي، بيتصلوا يقولوا عايزين نكلم الدكتور. ايوه ايوه دلوقتي. هم عارفين بتاع طبعا بتاع الاوردرات بتاع المنتجات. 16022 ده الكول سنتر. شكرا. تمام، فاصل نرجع لكم على طول. اس اتش فارما كير اباوت يور فيتنس. رشاقتي بحاول اوصل لها باسهل طريقه واخس في اسرع وقت، كاني في الجيم ومن غير مشي كمان. كل ده في شاي صوفي كي دبل الجديد، يعني دبل رشاقة ودبل تخسيس، وبالذات لأماكن البطن وأماكن الخصر وأماكن الأرداف. أول ما أصحى ببدأ يومي بكوباية صوفي كي دبل تي. جربيها ومن دلوقتي هتحسي بالفرق والنتيجة مش هتصدقوها. متوفر بجميع فروع نقاء الأعشاب. إننا نفقد جزء من شهيتنا في الأكل ده شيء مش سهل، وإننا نخسر من وزننا كتير ده برضو شيء مش سهل، لكن مع شاي صوفي ال هيخلي كل ده سهل، وده لأنه بيقلل الشهية وينظم وينشط عملية الهضم، ولأن كل مكوناته طبيعية مش هنحس بخمول أو اكتئاب، بالعكس هنحس بنشاط دائم على طول. شاي صوفي ال متوفر بجميع فروع نقاء الأعشاب. في حاجة أهم عندك من شعرك؟ طب عمرك اتأكدتي هو متغذي ولا لأ؟ تعرفي إن الحر والرطوبة أكتر حاجة ممكن تأذي شعرك؟ جربتي حاجات كتير؟ طب والنتيجة؟ عارفة ليه؟ عشان ما جربتيش نيوريتاج. نيوريتاج بزيت جوز الهند والريحان اللي هيحافظ على شعرك من التقصف والقشرة،
وزيت الجوجوبا اللي هيرطب فروة راسك ويحافظ على لمعان ونعومة شعرك، ده غير زيوت تانية كتير نيوريتاج هيخلي شعرك قوي ولامع في درجة الحرارة حتى وهو متغطي. نيوريتاج يضمن لك شعر رطب ولامع لأطول مدة. نيوريتاج لجمال طبيعي، متوفر بجميع الصيدليات والهايبر ماركت. SH Pharma Inspired by Nature. وبسؤال النجمة العالمية نيكول كيدمان عن مدى تألق ونضارة شعرها وإزاي بتقدر تحل مشكلة ظهور الشعر الأبيض. شعر أبيض لا يمكن. في أقل من 3 أسابيع بس. Goodbye White Hair يحتوي على تركيبة متطورة وفائقة العناية بالشعر بحيث يعيد الشعر لونه الطبيعي في خلال White Hair، لأنه بيزود الشعر بمادة الميلانين التي يفقدها، فبالتالي بيعيد للشعر لونه الطبيعي. Goodbye White Hair منتج خالي من أي مواد كيميائية أو صبغات، منتج طبيعي خن 16022. فقرات رقبتك مجهدة نتيجة الجلوس الدائم طول اليوم أو إجهاد في العضلات نتيجة الرياضة والجيم، آلام فقرات الظهر والعمود الفقري، التهاب المفاصل وخشونة الركبة الناتجة من تقدم السن، كل ده علاجه بقى سهل مع روما كير. له مفعول رائع في إزالة آلام وتقلصات المفاصل والعضلات، وده اللي قدرت مجموعة أبحاث SH Pharma إنها تتوصل إليه في علاج آلام الرقبة وفقرات الظهر والانزلاق الغضروفي وتقلصات المفاصل والعضلات، وكمان بيعيد تنشيط الدورة الدموية في الجسم ويقضي تماماً على مراكز الألم في الجسم. روما كير الحل الرائع للقضاء على ألم المفاصل وتقلصات العضلات وملهوش أي أثار جانبية. روما كير خالي من الكورتيزون وأي مواد كيميائية. ابدأ حياة جديدة مع روما كير. مع روما كير استمتع بحياتك من غير ألم. متوفر بالصيدليات وجميع فروع نقاء الأعشاب ومن خلال الخط الساخن 16022. SH Pharma Care About Your Fitness. في حاجة أهم عندك من شعرك؟ طب عمرك اتأكدتي هو متغذي ولا لأ؟ تعرفي أن الحر والرطوبة أكتر حاجة ممكن تأذي شعرك؟ جربتي حاجات كتير؟ طب والنتيجة؟ عارفة ليه؟ عشان ما جربتيش نيوريتاج. نيوريتاج بزيت جوز الهند والريحان اللي هيحافظ على شعرك من التقصف والقشرة، وزيت الجوجوبا اللي هيرطب فروة راسك ويحافظ على لمعان ونعومة شعرك، ده غير زيوت تانية كتير. نيوريتاج هيخلي شعرك قوي ولامع في درجة الحرارة حتى وهو متغطي. نيوريتاج يضمن لك شعر رطب ولامع لأطول مدة. نيوريتاج لجمال طبيعي، متوفر بجميع الصيدليات والهايبر ماركت. SH Pharma Inspired by Nature. رجعنا من تاني مع دكتور سعيد حساسين الصيدلي وخبير الأعشاب الطبية في مصر والوطن العربي. برضو بنوها للحصول على المنتجات اتصلوا على رقم 16022 بالأضافة للأرقام اللي قدامكم على الشاشة. دكتور سعيد نكمل بقى للبنات. اتفقنا ان احنا تاني اللي لسه جاي لنا جديد، احنا قلنا باختصار نص ساعة اللي فات ثلاث كلمات، هنبعد عن الميش والسشوار والكوافير بقدر المستطاع، هناكل اكل هيلثي فود، وقلنا نو هيلثي هير وزود هيلثي نيوتريشن، مفيش شعر صحي من غير اكل صحي. يبقى هنبعد عن الكوافير والسشوار والميش والصبغات وكل ما تحتوي الكلمة من معاني. اتنين، هناكل اكل في البيت واكل صحي، خضروات كتير، فاكهه كتير، منتجات البان كتير، اسماك كتير، بروتين كتير، والاكل بتاعنا اللي هو الرز والملوخيه، المحشي، الكفته، الحاجات الحلوه اللي بيعملوها والدتنا دي، ربنا يرحم امي. يبقى الكوفير، الاكل الصحي، هنستخدم زيوت طبيعيه.
تمام. هنغسل شعرنا مرتين في الاسبوع مش اكتر من كده، الا اللي عندها شعرها دهني او عندها قشر في شعرها. بالزبط. يبقى غسيل الشعر هيستخدم، والمنتجات بتاعتنا زيت ريتاج بتاعنا اللي مع حضرتك ده اللي هو علبته دي، قلنا مترخص وزارة الصحه هيستخدم كل يوم بالليل وعلى فروه الراس مش على الشعر نفسها. يهمني تسيبيه بنامي بيه اوكي الصبح. اوكي تحطيه يعني على فروه الراس وعلى شعرتك نفسها. وقلنا نغسل بايه؟ بشامبو بالعسل او اي شامبو بالاعشاب الطبيعيه. قلنا طب انا عايز اطول شعري، قلنا عملنا حاجه ثانيه لتطويل الشعر اسمه دي زيت ديل الحصان. ده من احسن الزيوت الطبيعيه اللي موجوده في العالم. بتطول الشعر. طيب مده استخدام الحاجات دي قد ايه؟ من 3 ل 6 شهور. طب استخدمها شهر وهنفض؟ لا ما تستخدمهاش، خليك قاعده في بيتك مريحه. طيب شعر بالظبط من 3 ل 6 شهور. قلنا البنات الصغيرين، قبل ما نتكلم برده على البنات الصغيرين هناخد اتصال من ابراهيم. معلش الو. استاذ ابراهيم اتفضل. ما ممكن اكلم الدكتور سعيد؟ اتفضل الدكتور معاك. السلام عليكم. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ ازيك يا فندم عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك يا دكتور اخبارك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. انا كنت واخد منك مجموعه تخسيس عملت معايا شغل هايل جدا الحمد لله، وعملت معايا شغل كويس جدا. مجموعه تخسيس اللي هي بتاعت صوفي هيل وصوفي دوبل حلو والكريم حلو، كانت عامله معايا كويس يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا رب. بس دلوقتي في مشكله عندي انا في شعري. ايه بقى؟ شعر دلوقتي مليان قشر جامد وبيقع، وحاسس ان بيبقى في فراغات كده ما بين شعره وبعضه. عندك كام سنه يا ابراهيم؟ انا عندي 40 سنه. متجوز؟ الحمد لله رب العالمين. يعني انت داخل لمراتك بالتخن وبعد كده داخل لها بشعر بيسقط وحالك يؤسى له. الله يخليك يا دكتور. اي اسئله تانية يا استاذ ابراهيم؟ هجاوبك يا ابراهيم حالا. شكرا ليك. شكرا شكرا استاذ ابراهيم. طيب احنا معانا اتصال تاني من ام عبد الله. انا هسكت مش هتكلم، ما تخافيش انا ساكت. بس انا اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. لو سمحتي عايزه اسال سؤال. معي بنتي الكبيره شعرها خشن وصغير خالص وهايز جوي ومقصف خالص. طيب عندها كام سنه يا حاجه؟ لدرجه خطيبها سابها وعشان شعرها. عندها كام سنه؟ خطيبها سابها. عندها 21. عندها كام سنة؟ 21 سنة. وخطيبها سابها ليه؟ عشان شعرها وعشان ها؟ عشان تخينة بس، هي عشان غليظة. تخينة، حلوة التخينة أحسن من المعظمة يا حاجة. يا أم عبد الله، يا أم عبد الله، هي عايزة تخس دلوقتي ولا عشان شعرها؟ بص يا أم عبد الله. نعم. قولي لها إن شاء الله ربنا يكرمك بعريس أحسن منه. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، يا رب يسمع منك ربنا. وما تخليهاش تزعل بس. ان شاء الله ربنا يستر. وانا بص سيب تليفونك، ابعت لها شاي خسسها وزيت لشعرها وببلاش مني ليك هديه يا ام عبد الله. ايه رايك؟ الله يبارك في عمرك يا رب ويرزقها يا رب بعريس كويس يا رب. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله. شكرا ليك يا ام عبد الله. خد تليفوني يا علي بعد اذنك، انا بحب الستات الكبار دول قوي. الراجل برضو معلش دي حاجه بعيده عن الاعشاب يعني. الراجل اللي يسيب الست عشان شعرها خشن ولا يسيب الست عشان تخنت ولا يسيب الست عشان ضعفت، ده راجل لا يؤتمن على الست اساسا يعني. بالظبط. هو للاسف ام عبد الله الحاجه ام عبد الله تليفونها قفل، فممكن تكلمينا تاني؟ كلمينا تاني يا ام عبد الله بعد بس تاني عشان ياخدوا رقمك في الكنترول عشان نبعت لك الزيت والكريم نقول لك هتروحي تاخديه منين ان شاء الله. مهم يا ام عبد الله والنبل. هبعت لها شويه تخسيس للبنت وال ارجع تاني اتكلم بقى خلاص ولا ايه؟ ارجع تاني ماشي. ممكن نتكلم بس هنتكلم وهنرجع تاني بس بعد شهد. طيب ماشي اوكي غصب عني. الو شهد. الو ايوه اتفضلي يا شهد. ممكن اكلم دكتور سعيد؟ هو معاكي. انا معاكي يا شهد اهو. ازيك يا دكتور عامل ايه؟ ازيك يا ست الكل؟ انا كويس الحمد لله. اخبارك ايه يا دكتور؟ منورنا والله. انت اللي منوره، ربنا يخليك يا شهد. كان نفسي من زمان اطلع معاك والله بكلم حضرتك. حبيبتي تحت امرك اتفضلي. ربنا يخليك يا دكتور. انا شعري يا دكتور في موجه كده وعلى طول هايش وعلى طول بيقع، كل ما اسرحه بينزل بطوله كده في المشي. طيب عندك كام سنه يا شهد؟ الو كام سنه يا شهد؟ عندي 20 يا دكتور. طيب يلا اوكي هجاوبك حالا. شكرا دلوقتي. يا شهد. شكرا يا شهد. أيه دكتور. أه بسرعه 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 يعني عايز اقول حد بعت لي رساله دلوقتي اهو بيقول لي واحده ست يعني بتقول لي أيوة. ان انا عايز افرد شعري يعني انت بتقول ما تروحوش ولا تفرده ولا تعمله. قول لنا وصفه بالاعشاب الطبيعيه. انا اقول لك وصفه لفرد الشعر بالاعشاب الطبيعيه. عارفه المايونيز بتاعنا ده؟ طبعا
هتجيب معلقتين مايونيز ومعلقتين او معلقه ونص زيت زيتون. معلقتين مايونيز ومعلقه ونص زيت زيتون ومعلقه ونص زيت جرجير. يبقى زيت زيتون، زيت جرجير، مايونيز. تقلبهم مع بعض كويس قوي وتروح مدلكه شعرها بيهم وتسرح الشعر بمش تضيق حبه، عارفه انت المشط اللي هو بيسرحه بيه ضيق حبه ده، وتسيب الخليط ده على شعرها لمده على الاقل من ساعه لساعتين. من ساعه لايه؟ لساعتين. حلو كده؟ تعمله مرتين في الاسبوع. كل مره هتلاقي شعرها بتفرد احسن من المره اللي قبلها، وهيخف الهيشان بتاع شعرها. يبقى احنا قلنا طريقه لفرد الشعر، لو انت عايزه تعمليها بابسط مما تتخيلي، مايونيز، زيت زيتون، زيت جرجير. دي اهي وصفه، هي بسيطه صغيره. ارجع بقى لزيت البنات بسرعه. معانا حنان، معانا حنان من هنا دكتور. الو، ناخد حنان. الو، اتفضلي يا حنان. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ الدكتور معاكي، اتفضلي يا حنان. ايوه يا دكتور، انا نفسي من زمان اكلم الدكتور. انا تحت امرك. شاي تخسيس وجيت عليه، يعني خدت شاي تخسيس وجيت عليه، خسيت عليه يعني 8 كيلو كده. 8 كيلو. ربنا ربنا معاك يا مدام حنان. شاي الابيض ده شاي فرمة. طب وزن حضرتك كام؟ هي بتقولي انا كنت 115. خسيت 8 كيلو. طيب سؤالك على التخسيس يا حنان النهارده ولا في مشكله تانية؟ انا عايزه اخس تاني بس ما عنديش مقدر اعيد الحكايه يا دكتور. طب سيبي تليفونك وانا ابعته لك هديه مني ليك. انت منين يا حنان؟ من هنا. من هنا يا دكتور. اجدع ناس الجنويه، انا بحب جدا. انا بتقدر اخدم عيالي والله يا دكتور، انا بحب الجنويه موت. بتقدر اخدم عيالي خالص. في اي اسئله تانية؟ انا بحب جنى وناجي حمادي. في اسئله تانية يا حاج حنان؟ يعني بقدر اخدم اولادي من السخنه يعني. شكرا. حاضر. يا حاج حنان. شكرا يا حنان. شكرا. طيب ممكن نتكلم بصي بقى خلاص كده. نيجي بقى لزيت البنات. طبعا حنان هنبعت لها الحاجه هي والحاجه المفضل ان شاء الله. البنات الصغيرين او شعر الاطفال، التكوين بتاع شعر الطفل غير التكوين بتاع شعر الست الكبير. وبالتالي السنشال اويل اللي البنت بتحتاجها الصغيره غير السنشال اويل اللي بيحتاجها الراجل الكبير او الست الكبير. بيبقى اخف في الكونسنتريشن بتاعها عن الزيوت التانية. يعني بنحتاج زيوت اقل تركيز بالبلدي كده غير الست الكبيرة. يبقى الاطفال لهم معاملة خاصة. تمام. زي حاجات كتيرة انت بالنسبة للاطفال مختلفة عن الناس الكبار. طيب زيت البنات ده حطينا فيه ايه؟ حطينا فيه حاجة اسمها زيت الارجان المغربي. ده زيت اسمه زيت الارجان المغربي. ده من اخف الاسنشال اويل، الزيوت المهمة للعيال الصغيرين. دايما الست تيجي تقول لك ايه، انا هروح اجيب زيت ليا واحط لبنتي بالمره. يعني انت فاهم قصدي؟ فدي مشكله كبيره جدا. ليه؟ الكونسنتريت او الكونسنتريشن بتاع الزيت بتاعك اللي انت هتستخدميه لشعرك غير بتاع البنت. عشان كده لما جم حتى يعملوا شامبو للاطفال قال لك عملنا شامبو للاطفال، لو جه على عين البنت ما يوجعهاش، طب لو حطيتي من شامبو امها هيوجع عينيها. دكتور عشان بيختلف في فروه الراس. برافو عليك. اولا السكالب فروه راس مختلفه. الشعر نفسها تستحمل الزيت ده ولا ما تستحملوش؟ مع انه زيت طبيعي. ممكن الشعر نفسها ما تستحملش الزيت فتسقط. الثلاث من ثلاث لثمان سنين الشعر اللي احنا بنتكلم عنها ما تستحملش كميه الزيوت اللي انا قلت لك. احنا عندنا مجموعه زيوت، قلت لك زيت جاجوبا واملك وسمسم وجرجير وزيتون وروزماري. شعر البنت الصغيره ما يقدرش يستحمل ده. عشان كده بنقول التعامل مع شعر بنتك هيبقى بالغسيل برضو بشامبو العسل. ده تقدري تغسلي بنتي وبنتك ما عندناش مشكله فيه. او الشامبو بتاع الاطفال اللي بيجي من الصيدليات، انا مش عايز اقول اسمه عشان ما يبقاش اعلان. بس انا عايز اقول ان المهم قوي ان انا هحط زيت البنات ده عباره عن زيت ارجان مغربي. ده من احسن الزيوت اللي حطيه لبنتك. طيب تتعاملي مع شعر بنتك من امتى؟ من اول سنتين. بين قوسين سنتين وما اهملش في شعر بنتي، لان البنت النهارده لما شعرتها بتطلع خشنه بتفضل خشنه فوريفر. طيب. وتتعبي جدا عشان تخلي الشعره تنعم. واللي شعرها ناعم من صغرها تلاقي بنت عندها نازله بص شعرها حرير. بعد سنتين ثلاثه تلاقي شعر البنت بدا يتجعد. بعد شويه بقى ده يبقى خشن. ليه؟ مفيش عنايه. كان في اهمال من الاول. برافو عليكي. عشان كده بقول يا جماعه لبنتك هتجيبي لها زيت بالاعشاب الطبيعيه. ولما جينا نعمل زيت برضو رخصنا زيت اسمه زيت البنات. حتى انا لما جيت ارخصه في وزاره الصحه قال لك ليه البنات؟ قلت عشان يبقى اعرفوا ان ده بتاع البنات بس. مهم جدا يبقى بتاع العيال الصغيره. ودايما تلاقيني بغير في لونه.
يعني اعمل لونه بينك، اعمل لونه روز، واخد بالك، اعمل لونه كده يعني دايما كل مثلا تشغيله اروح مغير لونه عشان البنات ما يزهقوش منه. انت عارفه البنات الصغيرين يحبوا الالوان، صح؟ فدايما اغير لون الزيت حتى تلاقي حصلت مشاكل. صغيرين وكبار، ايه؟ صغيرين وكبار بيحبوا الالوان. فعشان كده عملنا زيت. يبقى احنا اتفقنا عندنا شامبو بالعسل الست هتغسل بيه، زيت الريتاج هتحط منه عشان مشاكل شعرها كله كان خشن متقصف بيقع بيطول وبيسقط، زيت الريتاج. انا عندي بس ونحط زيت عشان تطول السيدة او السيده الحامل مثلا او السيده اللي بترضع ينفع؟ نو بروبلم خالص، ده لا يؤثر على الحمل ولا الرضاعه. احنا بنتكلم على زيوت طبيعيه. عم عايز اقول لك، انا بقول لك ايه، زيت جرجير وزيت سمسم وزيت زيتون وزيت جوجوبا، انا بقول لك مجموعه زيوت طبيعيه جدا. ما هو احنا بنستخدم الحاجه اللي فيها كيميكالز نهائي. فالست النهارده بتاخد الزيت وهي مطمنه مليون في الميه، سواء كان حامل سواء كان بترضع، ما عنديش مشكله. المشكله الوحيده اللي عندي تغسلي شعرك بايه، هتستخدميه لمده قد ايه. انما انت حضرتك هتيجي تستخدميه اسبوع واثنين وتقولي معلش يا دكتور انا نسيته، انا جبت الزيت ما جابش نتيجه. طب استخدمتي؟ في ناس كده. ايوه انت جبت جبتيه امتى؟ انا جبته الاسبوع اللي فات. ما جابش نتيجه معايا. لا هو الطبيعي من 3 ل 6 شهور، ده الطبيعي من 3 ل 6 شهور نشوف النتيجه بعد كده، وبعد كده نغير بقى. بعد كده نغير الزيت، هات الزيت من حد تاني. اصل انا عايز اقول لك ان الزيوت دي كمان بتعمل حاجه اورجانيك فازو دايليتيشن، بتوسع الشرايين الاورديه بتاع السكالب نفسها بتاع عشان كده بقول لك تدلكي فروه الراس. لما بتدلكي فروه الراس الشرايين الاورديه اللي بتوصل للبصيله الفيتامينز والمينرالز بتحتاج تتوسع. عشان كده دي الزيوت من ضمنها زيوت بتعمل فاز دايليتيشن، بتوسع الشرايين الاورديه عشان توصل الغذاء للبصيله. لو انت ايقنتي ان الاورجانيك سيل او شعرتك دي او شعرتي دي الاورجانيك سيل دي حاجه حيه، هتتعاملي معاها كانها بني ادم حي. انت عندك، لو انت عندك فازه في البيت بتشيل الفازه ترميها هنا تحطها هنا تعملها مش عارف. طب لو عندك قطه بتشيل القطه وتدلعيها، لو عندك كلب بتشيلي تدلعيها، لو عندك عيله صغيره بتشيلها وتدلعيها. الاورجانيك سيل او الحاجه الحيه بين قوسين مختلفه تماما عن الجماد، لازم لها تعامل خاص. انما احنا عندنا عيب في مصر الحقيقه وفي الدول العربيه ان احنا بنتعامل مع شعرنا او الست بالذات، سيبك من الراجل، الراجل شعره مش مشكله بالنسبه له، ان الست تتعامل مع شعرها كانه اي حاجه عاديه. ولكن الشعر هو تاج المراه. الست قالت لك ايه؟ ده خطيبها ساب عشان شعرها خشن. صح. مع ان الست لو اهتمت بشعر بنتها من وهي صغيره، خلي بالك حتى لو انت بنتك مولوده بشعر خشن وبدات معاها من اول شهر واثنين وسنه واثنين، شعر بنتك هيحلو بالظبط. بس المهم تكون منتجات طبيعيه. برافو عليكي. بالظبط. انما لو سبتيه واهملتي فيه، دلوقتي من الصيدليات اي حاجه فيها بتهملي في شعر بنتك. انت قلتي في بدايه الحلقه كلمه كويسه قوي، قلت في ناس بيروحوا يجيبوا صابون مش عارف بالظبط. طبعا يا جدعان الصابون ده ماده، في ناس بتروح للعطار انا عايز الصابونه بزيت الزيتون مثلا. اصعب حاجه. يعني خلينا نتعامل مع الصابون بزيت الزيتون، بزيت اللؤلؤ، بزيت المرجان، بزيت الذهب، هو صابون. في الاخر الرغوه دي كيميكالز برودكت، بيأثر على بشرتك جدا وبيأثر. يعني لسه واحده بتكلمني من الجزائر يمكن وانا جاي في الطريق، بتقول انا عايز اشكرك بقالك سنه، قلت وصفه من سنه، ست فاكره من سنه، وعايز اقول لك بشرتي بقت ناعمه، انا عندي 55 سنه. ست من الجزائر ومصره ان هي تتصل. انا لقيت 70 تليفون من الجزائر، في بلوى هناك ولا ايه؟ رديت نعم يا فندم. قالت لي يا دكتور انا بشكرك، انت قلت لي كلمتين وصفتين من ساعتها بقالي سنه بستخدمهم. عايز اقول لك بشرتي انا عندي 55 سنه احسن من بشره بنتي اللي ما سمعتش الكلام من زمان. ايه الوصفه اللي انا قلتها لها دي؟ قالت لي عايز اغسل وشي، قلت لها تجيبي كوبايه الميه تحطي فيها عودين نعناع وتسيبها لحد الصبح، تشطف وشك بالميه بنعناع الصبح خلاص. طب وبالليل طب عايز احط ماسك على وشك، قلت لها تجيبي علبه زبادي تحط عليها معلقتين عسل وتقلبيهم وتعملي ماسك وبعد ربع ساعه تغسليه. بسيطه جدا عشان حاجات طبيعيه. تخيلي بتقول لي بشرتي احسن بقت انعم من بشره بنت اللي عندها 30 سنه عشان ما تسمعش كلام. طيب دكتور بس اخيرا احنا ما عندناش وقت اقل من دقيقه، ممكن تقول لنا بتستعمل ايه بس لشعرك؟ انا بص انا بغسل شعري بشامبو العسل مرتين او ثلاثه في الاسبوع بكثير، او ما بغسلش بشامبو خالص. بغسل شعري مرتين او ثلاثه بشامبو العسل. بغسله دايما بحمام كريم بالجينسنج او بزيت الثوم، عندي في برضه طبيعي عندي موجود عندنا في الشركه، وبحط زيت ريتاج. ما بحطش اكتر من كده في شعري. الحمد لله انا عندي 50 سنه وشعري حلو زي الفل. الحمد لله. للاسف حلقتنا خلصت. بشكرك يا دكتور. بشكر دكتور سعيد حساسين الصيدلي وخبير الاعشاب الطبيه في مصر والوطن العربي. ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده ومعلومات جديده ومنتجات جديده. بكره الساعه 4. بكره الساعه 4 استنونا.